مفاجآت شركة عبور لاند لسه ما خلصتش، وبعد أيام من شكوى نقص الخامات دلوقتي الدور على الأسعار، وشركة الجبنة الشهيرة أعلنت زيادة ثمن منتجاتها بقيمة 10%، فهل في سبب مقنع؟ تعالوا مع بعض نعرف كل التفاصيل. شركة عبور لاند الغنية عن التعريف رفعت أسعار منتجاتها من السلع الغذائية المختلفة بحوالي 10% في المتوسط، ودي تعتبر الزيادة الثانية في أقل من شهر. الكلام ده كشفه حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، واللي قال إن عبور لاند بلغت التجار من ساعات قليلة جدا برفع أسعار منتجاتها في السوق المحلي بعد ما سبق زيادتها في أكتوبر اللي فات. دلوقتي زاد سعر كرتونة جبنة عبور لاند 12 عبوة من 452 ل 477، وزاد كمان سعر كرتونة الجبنة الإسطنبولي من 452 ل 477. ارتفع كمان سعر كرتونة عبور لاند 12 عبوة جبنة فيتا وزن 500 جرام ل 257. زاد كمان سعر كرتونة لبن عبور لاند 12 علبة وزن 1 لتر خالي وكامل الدسم ل 250 بدلا ما كان 232. ارتفع كمان سعر كرتونة لبن عبور لاند كامل الدسم 1 لتر 6 علبة ل 126 جنيه بدلا ما كان 121. زاد كمان سعر كرتونة اللبن كامل الدسم وخالي الدسم 27 علبة ل 130 جنيه. لغاية دلوقتي مفيش سبب واضح لرفع الأسعار، خصوصا ان شركة في أزمتها الأخيرة نفت أي تأثير سلبي على عبور لاند بسبب فترة توقف الإنتاج، وده بعد ما قالت في بيان رسمي الإنتاج وحجم الطلب والاستهلاك كده كده بيقلوا في آخر 3 شهور من السنة. كمان أكدت وجود مخزون من مدخلات الإنتاج بيضمن استمرار الإنتاج بشكل اعتيادي. كانت كمان الأزمة بدأت بعد تصريحات أحمد حامد رئيس الشركة لما قال إن عندهم 18 خط إنتاج لمنتجات الألبان ووقفوا شغل بسبب نقص 4 مكونات الألبان والزبدة واللبن البودرة وكمان زيت النخيل. وعموما الشركة بتحتاج يوميا 170 طن زيت نخيل. حسب كلامه ده كان نتيجة للتباطؤ في فتح اعتمادات الاستيراد ونقص السيولة الدولارية في البنوك، ورغم ان المنتجات الغذائية المفروض كمان شغالة بنظام مستندات التحصيل مش الاعتمادات المستندية من البنك المركزي المصري. كمان قال ان عبور لاند في الظروف العادية بتنتج 900 طن جبنة يوميا، لكن مع الأزمة الحالية الكمية قلت للتلت، يعني حوالي 150 طن يوميا، وده قبل ما تضطر الشركة انها توقف الانتاج من اسبوع تقريبا. لكن الشركة بعد ساعات من تصريحات رئيس مجلس الإدارة بعتت بيان للبورصة المصرية بتأكد ان مصانع الشركة شغالة وما فيش غير مصنع الجبنة البيضة بس هو اللي كان واقف ولمدة 3 ايام بس، واللي رجع للإنتاج تاني بعد الإفراج عن شحنة من زيت النخيل. عموما الشركة ما أعلنتش سبب الزيادة الأخير في الأسعار، بس من هنا لغاية ما نعرف تفسيره. أنتم بقى تفتكروا إيه السر في رفع أسعار منتجات عبور لاند؟ هل استيراد الخامات بأسعار الدولار الجديدة ممكن يبقى سبب؟ طيب هل استهلاككم من منتجات الألبان زي ما هو ولا قللتوا مع ارتفاع الأسعار خلال الشهور اللي فاتت؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم.